السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله اينما كنتم في حلقه جديده وبرنامج بانوراما. هذه الحلقه ايضا يعني من ضمن سلسله الحلقات اللي مرت خلال الايام الماضيه، كانت هي يعني امال المغبونين وبيروقراطيه الدوله في العراق. اليوم ايضا اخذنا موضوع اخر هو قريب من هذا العنوان، يحمل عنوان وزاره الصحه. هذه الوزاره بها كثير من مفاصلها، هناك العديد من الاشكاليات لدى الموظفين. حقيقة كنت أتمنى أنه يكون ضيفي اليوم في هذه الحلقة المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، لكنه اعتذر وقال لارتباطات أخرى خاصة به، وبالتالي فربما أن بعض الأطراف في وزارة الصحة ربما تفكر بغلق الأبواب أمام الإعلام للحديث ومعرفة حيثيات مشاكل بعض المواطنين وخاصة من موظفيها الذين يعني يحاولون منذ سنوات طويلة، خاصة ما يعرف أو ما بات يعرف حاليا هو ما يسمى بحقوق الموظفين في الصحة من العلاوات والترفيعات والتسكين، بالإضافة إلى شريحة أخرى، شريحة المفصولين من دوائر الصحة في محافظات تعرضت إلى احتلال داعش سنة 2014، وبالتالي فإن حقية هؤلاء الموظفين بدلا أن يعني يعوضوا فوجئوا بفصلهم من الوظيفة، وحدث ما حدث عادت هذه المناطق وحررت من الإرهاب وعاد إليها موظفوها، لكن تم استثناء هذه الشريحة. ليش تم استثناء هذه الشريحة؟ وليش ما قدرت وزارة الصحة أو رفضت وزارة الصحة أنه يرجعون؟ ليش ده ترفض أيضا وزارة المالية ربما أي تحرك لإعطاء هؤلاء مخصصاتهم ورواتبهم وأيضا المستحقات اللي هم يستحقوها طوال فترة عملهم سابقا، كانت لبعض الموظفين مباشرة بالعمل الوظيفي في فترة ما، وبعد ذلك فوجئوا برفضهم وفصلهم من المهنة أو من الوظيفة. حتى ناخذ حيثيات هذا الموضوع وحتى نعرف تفاصيل أكثر، يعني حاولنا أنه نتصل بممثلين عن هذه الشريحة من الموظفين، راح ينضمون وياي اتباعا بعد قليل. لكن يعني الغريب بالأمر، يعني أكو فد نقطة أشار إلها أحد المسنين يعني أو الموظفين الكبار بالوزارة أو تابع لوزارة الصحة إحدى الدوائر أو إحدى المحافظات، قال لو كانت الدولة يعني لو كانت تريد من عندنا استقطاع من الرواتب ما راح تتأخر حتى لو يوم واحد أو خلال يومين ثلاثة ويباشر أو تباشر باستقطاعات رواتب الموظفين، لكن حينما يتعلق الأمر باستحقاق الموظف ورواتبه وعلاواته وترفيعه وتسكينه، كل هذه الأمور دائما الدائرة أو دائما الوزارة أو دائما الحكومة بشكل عام تتقاعس عن تنفيذ أو إعطاء حقوق الموظفين أينما كانوا. مو بس هذا طبعا، إحنا حتى في وزارة الصحة اليوم أكو دوائر تابعة لإحدى المحافظات ما مستلمين رواتب لحد هذا اليوم، شهر 11 الفات، اليوم احنا عبرنا منتصف شهر 12، ليش يا وزارة ما تنطون رواتب؟ قالوا والله احنا او يا مديرية او دائرة قالوا والله احنا عندنا بعض الاسماء ودندقق، ليش هاي الفترة والسنوات اللي مرت ليش ما كنتوا تدققون بموظفيكم واليوم يلا عرفتوا او قدرتوا تفكرون بطريقة او باخرى بالتدقيق على اسماء الموظفين اللي عندكم، وبالتالي تدفع احد الموظفين انه يروح يبيع حلقة زوجته حتى يدفع بها إيجار ويلبي حاجياته المعيشية في بيته. يعني رواتب قليلة ونفس الوقت هي رواتب ماكو. هذا الموضوع ولد حالة من القلق حتى عند الطبقة، ما أعرف يعني هي الموضوع إذا تجي وتدقق به راح تشوفه هو شنو مقصود، يعني أنتوا دا تروحون على أضعف حلقة من الموظفين حتى تأخرون رواتبهم، ده تبعثون رسالة إلى الأطراف الأخرى أو المواطنين الآخرين أو العاطلين اللي يفكرون يلتحقون بوظائف بالدولة أنه ترى شوفوا حتى في دوائر الدولة الرواتب تتأخر، حتى في رواتب الدولة ماكو أو في وظائف الدولة ماكو استقرار وظيفي اللي تبحثون عنه بدل ما تبحثون عن القطاع العام أو القطاع الخاص. هذه الإشكالية وهذا القلق هي رسائل، هل هي يعني موضوع مدروس حتى يوصل إلى الشارع العراقي ويفكر أو يعزف المواطن العراقي بالبحث عن وظيفة في دوائر الدولة؟ يوم أمس كان هناك قرار جدا صائب اتخذته عدد من مديريات التربية
ووزارة المالية ووزارة التربية بما يخص المحاضرين اللي كانوا يبحثون عن تثبيت لعقودهم لفترة طويلة واشتغلوا فترة طويلة أيضا، وحتى رواتب ما كانت لهم. وكانت قناة سامراء الفضائية أيضا جزء ساهم بشكل كبير بدفع هذا الملف إلى الحكومة، والحمد لله والشكر حصلت الموافقة ورجعت أو تم تثبيت عدد كبير من الموظفين أو من المتعاقدين أو المحاضرين والإداريين في وظائفهم، وبالتالي راح يمارسون عملهم اللي عددهم يفوق 400,000 موظف. وأكو كلام أنه الوزارة تحتاج إلى أكثر من هذا العدد حتى تغطي عدد مدارسها في عموم محافظات البلاد. موضوعنا على الصحة. الصحة اليوم أنت لما تروح إلى دوائر الصحة أو المستوصفات أو دوائرها كلهم راح تشوفهم ما بها موظفين، أطباء ماكو، ممرضين ماكو، بالمختبرات ماكو، بالصيدلية ماكو موظفين. وين ما تروح تفكر أنه دائما يقولوا لك ماكو موظفين. ليش ما تعينون الناس؟ ليش ما تخلون الناس تشتغل؟ وفوق هذا من يجي يشتغل ويتعين الخريج ويكامل بعد دراسة وتعب وجهد راح يتلقاها يا أما يتعرض إلى الفصل، يا أما يتعرض إلى النقل، هاي طبعا التهديد والمساومة والابتزاز، يا أما يتعرض إلى تأخير برواتب، ويا أما يتعرض إلى عدم الترفيع وحصوله على حقوقه. إذن ملفات شائكة داخل وزارة الصحة. كل هذه الملفات أنا وضعتها بيد أو أمام أحد الأشخاص في وزارة الصحة، وحقيقة اعتذر أنه يكون ضيفنا بهذه الحلقة لأسباب خاصة بي ولأسباب هو قال عنها عند التزامات وارتباطات مسبقة. خلوني أرحب اليوم بجزء من معاناة موظفي وزارة التربية، العفو وزارة الصحة، ممثل تنسيقية المفصولين والتاركين في وزارة الصحة سيد مازن حامد. أنا بك سيد مازن ويانا بهذه الحلقة في بانوراما. أريد أعرف شنو مشكلتكم الحقيقية أنتو في وزارة الصحة؟ مروان شوف لنا الصوت الله يحفظك. تفضل أخوي مازن. يا شباب الصوت والله ما واضح يمي، ما اعرف يم الشباب عندهم يمكن. تمام، حل موضوع الصوت ولا بعد؟ تمام، لبين ما يجهزون الصوت يعني نفس الوقت يمكن يعني الممثل ايضا او الناشط المدني من محافظه البصره ممثل عن شريحه ذوي المهن الصحيه المطالبين بالترفيعات والعلاوات قد يكون جاهز الان. يعني زميل المخرج يشوف انه يا السيد ماجد احمد العبيدي ايضا ربما راح ينضم ويانا يعني بهذه الحلقه حتى نعرف عن حيثيات وناخذ ابعاد هذه المشاكل في وزاره الصحه، نسلط الضوء عليها هنا بهذه الحلقه حتى نعرف ونوصل رسالة حقيقة إلى وزارة الصحة بأنه هذه الشريحة يجب أن يكون هنالك التفاتة أبوية من وزير الصحة ومن رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني، لأنه ما ممكن إحنا بعد هذه الوفرة المالية اللي موجودة عندنا في الدولة وهذا الاستقرار اللي حدث بعد تشكيل الحكومة، استقرار يعني الحمد لله وشكر استقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، وضع العراق متعافي أكثر مما كان عليه سابقاً، بدأت الدولة تتحرك على مفاصلها وتتحرك على ملفات عديدة من ضمنها مكافحة الفساد وإعادة الأموال المهربة. كل هذه المواضيع ممكن أنه عززت مالية الدولة، وبالتالي الدولة تقدر توفي حقوق موظفيها إذا كانت تحتاج إلى المساعدة، خاصة من ذوي الترفيعات أو المفصولين في وزارة الصحة. يعني إحنا سابقا كنا نعرف قضية برزت إلى الرأي العام هي موضوع قضية المفصولين من الحشد الشعبي أو المفصولين من القوات الأمنية من وزارة الدفاع وزارة الداخلية بعد أحداث داعش، لكن أن يكون هناك مفصولين من وزارة الصحة بعد هذه الأحداث هذه غريبة. فإحنا نريد نعرف يعني شنو الإشكالية، وزارة الصحة ما تحتاجهم
ما أعرف يعني ما تريدهم هم ليش يعني هذا الحالة صارت وياهم. موجود وياي الآن مازن؟ ما أعرف أكو مشكلة خلل عندنا بالصوت أنا ما يحلوه الشباب. هذه يعني هي بحد ذاتها راح تسبب لنا يعني نوع من القلق عند المجتمع أنه هذه حقيقة الشباب أعمارهم ذا تروح، لا هو عارف نفسه ثابت ومتعين وأموره ماشية بهذه الوزارة، ولا هو يقدر يبحث عن وظيفة أخرى. يعني قضايا حيل متعلقة، مثل موضوع اللي ما انحسم، موضوع الطلبة اللي احنا أخذنا منهم أكثر من حلقة طلعنا وياهم، موضوع الطلبة الدراسة الخارجية السادس إعدادي والثالث إعدادي خاصة طلبة الخارجي، موضوع المحاولات وما شابه ذلك للمراحل المنتهية وغير المنتهية. لحد الآن الطلبة يتصلون ويحاولون أنه يعرفون مصيرهم شنو. قبل أسبوع أو أكثر صرها أحد النواب اللي تابع لهيئة الرأي في وزارة التربية وقال ترى إحنا موضوع الطلبة راح يخلص وراح يصدر قرار بشمول طلبة السادس الإعدادي والثالث المتوسط بنظام المحاولات. طبعا هو الثالث المتوسط ما يصير محاولات وفق وزارة التربية وفق القانون، حتى السادس الخارجي. ليش؟ لأنه يعتبروهم طلبة غير منتظمين، بينما في الحقيقة هو في عام 2015 صدر قرار حينما كان السيد محمد إقبال هو وزير التربية صدر قرار بشمول طلبة الخارجيين بالمحاولات. يعني ليش قبلوها بذيك السنة وبعدين صارت مو من ضمن القانون وتحتاج إلى تشريع قانون من قبل مجلس الوزراء؟ هذا الموضوع بحد ذاته هو معقد شوية نوعا ما، لكن إذا أرادوا شيء رأسا يقدرون يسووه. فهذا التعقيد هو أيضا خلى طلبة لحد هذا اليوم اللي ما بقى شيء سوى 6-7 أيام على انتهاء وغلق باب التسجيل للطلبة السادس الإعدادي، فبالتالي والخارج العفو. بالتالي يعني الوزارة أو الحكومة دائما ما تنطي شيء واضح. انتظرونا سنوات الانتظار راح نعالج هذا القرار، موضوع المحاولات راح نحاول نعالجه. النواب يصرحون ويحشون بكيفهم بصراحة، وزارة التربية تحشي بكيفها، وهذول يحشون جماعة الطلبة لهم رغبتهم يحشون بكيفهم، وتاهوا الطلبة. تالي طلبة العراق خاصة بالخارجي تاهوا، ما يعرفون إلا من يرحون وما يعرفون ويا من. يشوفون نائب يقول لهم لا أموركم إن شاء الله طيبة وانتظروا كم يوم، يسألون الوزارة يقولوا لهم ما صدر أي قرار، انتظر هيئة الرأي، وكل أسبوع هذا آخر أسبوع وهذا الاجتماع. ممثلي الطلبة يتواصلون وياي ويسألون نفس الموضوع، وأنا دائما أقول لهم وهذه نصيحة، روحوا سجلوا، لحقوا على نفسكم وسجلوا. لو كان أكو قرار يريد يصدر، فإذا صدر راح تنشملون بموضوع الامتحان أو المحاولات، وإذا ما صدر فخلص أنتم مسجلين وحالكم حال الطلبة وتعيدون امتحاناتكم بشكل الطبيعي اللي كنتوا أنتوا سابقا تمتحنون بها. فإحنا ما نعرف يعني بصراحة أكو هذا موضوع التسويف اللي في القرآن الكريم مثل أصحاب الأعراف هاي يوم القيامة، لا هم إلى النار ولا هم إلى الجنة، ما يعرفون نفسهم وين. هنا نفس الشيء، يعني البوصلة ضاعت عد من؟ ما بدنا نحكي على طبقة من المجتمع يعني أو عامية، بدنا نحكي على طبقة موظفين خريجين في وزارة التربية أو العفو في وزارة الصحة. وبالتالي هذه الحقوق بدأت تتسوف وتضيع. أكو مسألة أخرى تكلموا عنها أنه موضوع صدور قرار، يعني أنا حسب ما سمعت أكو بعض الموظفين في وزارة الصحة محتاجين إلى الترفيعات والعلاوات يمكن والتسكين صار لهم 14 سنة و12 سنة و13 وأقل، يا بليش ما تنطوهم حقوقهم؟ قال لك والله ماكو تخصيص مالي والوزارة، وبينما كانت أكو قرارات في 2015-2019 كانوا مشمولين ولازم يطبقون هذه القرارات. فقاموا يتظاهرون حتى الدولة تطبق القانون، يعني تصوروا قاموا يتظاهرون كموظفين في وزارة الصحة اللي طالبون بالتسكين والعلاوات والترفيعات، يطالبون بتطبيق القانون. وين صايرة هذه؟ وين صايرة؟ مواطن يطلع على الدولة يقول طبق القانون، لعد منه؟ إذا الدولة ما تطبق القانون منو راح يطبقه؟ منو راح يلتزم بالقانون؟ أنا بمن أقتدي وحتى أقول هو يطبق القانون وأنا لازم ألتزم؟ فهذه الإشكاليات وهذه المواضيع التسويف والبيروقراطية اللي عندنا بالعراق فظيعة.
كل الحكومات اللي اجت حاولت تتكلم على موضوع الحوكمه الالكترونيه، انه انت خلص بعد ما تحتاج تراجع دوله الدائره بالدوله وتجيب استنساخات وكتابنا وجيب لنا الاربعه اللي طببوك للجنه، الجنسيه وشهاده جنسيه وبطاقه السكن وبطاقه تموينيه ومن هذا القبيل، تصدرون البطاقه الموحده وتروح تلزم سرى لا يوم ولا يومين وربما اكثر من شهر يلا تحصلها، وبعدين انت هاي البطاقه الموحده نفس الحاله ونفس الروتين ونفس التاخير. ما اعرف انا ليش يعني واحد يحكيها بصراحه، البيروقراطيه الموجوده عندنا في دوائر الدوله فظيعه، لكن عندما تتعلق بعض الامور مع الدوله او استقطاع من مواطن مراجعه وغيرها، لا والله اسهل منها ماكو. ليش؟ هاي اللي مدى نعرفه وهذا اللي احنا مدى ندري به، وليش مدى تنحل هذه القضايا. معقول العراق في 2023 20 سنة إلا كم شهر، 20 سنة احنا ما قدرنا نأسس مؤسسات قائمة على التعامل الإلكتروني بشكل صحيح، نمنع التزوير ونمنع البيروقراطية ونعرف نعطي حقوق مواطنينا من الموظفين وغير الموظفين. تروح إلى دوائر وزارة الصحة اليوم المستوصفات يعني الأغلبية بالعلاج يقول لك ما موجود. فهنا أنت لما تجي تتكلم وتبحث عن هذه القضايا راح تشوف أكو تفكك، أكو ما تحس أكو تماسك بمؤسسات الدولة وداخل الوزارات. ما نعرف، ماكو رقابة، لو ندري ونسكت عنها، وهذا شيء مستحيل. طبعا احنا نتمنى انه من هذه المنابر من هذه البرامج نوصل رسالة الى وزارة الصحة خاصة بشكلها الجديد او بوزيرها الجديد، انه تلتفت الى هذه الامور الدقيقة، تلاحظ ليش هذا التأخير ده يصير بدفع رواتب عدد من موظفيها، ليش اكو تأخير في مسألة حسم قضايا الترفيعات لموظفيها من سنوات طويلة. وأيضا موضوع مهم التسكين والعلاوات والترفيعات وأيضا إعادة المفصولين إلى الخدمة مرة أخرى. وأنا قلت أنه إحنا سابقا كنا نسمع أكو مفصولين في وزارة الدفاع والداخلية، هذول اللي كانوا يعني خلال وجود الإرهاب انسحبوا وما قدروا يلتحقون بدوائرهم وتفككت الوحدات، وبعدين لما كملوا أو تم تحرير هذه المدن على يد الأبطال الحمد لله والشكر، أكو بيهم طالبوا بالإعادة. وقبل فترة هذا الموضوع بدأ شبه أنه ينحسم في قضية إعادة المفصولين. أما مفصولين في وزارة الصحة شنو الآلية؟ إذا كانت الوزارة ما تعرف شلون يرجعوهم، فمن الممكن باجتماع من مجلس الوزراء ممكن انه ناخذ. عندي اتصال بسام من الناصريه، تفضل اخوي بسام. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. شلونك؟ حياك الله اخوي، كل الهلا، تفضل اخوي. احنا بخصوص الموضوع ما تفاضل برامج. نعم. بعدين من التحليه والتنبيه والتمويليه. نعم. احنا يمكن ناخذ اكثر من مره عبر القنوات وعبر السادة النواب، بس لحد الان ماكو اي اجابه. لحد ما هو ده ماكو. زين. على مود العلم والتأكيد العمل من السنوات السابقة. كيف يرجعون يعني لأن الرضاعي صوتوا على المرشوخة عقودهم والمحاضرين. ايه. يعني وقت الصحة لحد ما صار نتيجة هناك. زين. أنتوا أي جهات يعني وصلتوا لها؟ لمن توصلتوا؟ كل جهات وصلنا لها، حتى وزير الصحة وصلنا، وزير الصحة نفسه يقول ما عنده صلاحية. زين، شنو ردهم كان؟ شنو يقولوا لكم؟ يعني شو يقول لك؟ راح نحل لك الموضوع. ما عندي صلاحيه، يا اما اضافه فقره من ضمن المواد مال 2020 تجي تعطي من حقك اضافه فقره. ايش طلعت هالموازنه 23؟ لا ايش ضايفين بها من صارت 222 مليار دينار؟ شنو ضايفه بها الدوله؟ شو كل الشرائح باقيه مثل ما هي؟ ما في شيء اضافه ولا تغيير. ايه الكذا شنو هم راح تروح؟ حتى المحاضرين بخير عليهم ان شاء الله، والله يسهل عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. الموجودين
الصحه اليمنى الصحيه يعني ترى بس مجرد رفعت ايد يبدون كل شيء سوى اقسم بالله على العظيم بس هم دائما يعطلون ويعني ذاك اليوم انا واجهت السيد الوزير يقول ما عنده صلاحيات فمن طلع من مكتب الوزير لقينا عده نواب كلهم جايبين يعني هو اللي جاي ما يجي يشرب شاي ويرجع يجي يبعد والله جايب لهم كم طلب ايام على اعاده التعيين على شفت المباين اقسم بالله شفت الطلبات مال اعاده التعيين ووافق عليهم زين شايف اول مجلس النواب قلت له زين ماكو يعني ما احنا ما لكم ما شايفين بالله فتحنا وياكم قال لا الا وراه الفقره فقرة أنا فعلا هو لازم تضاف فقرة صحيح صحيح لازم فقرة أكيد هو اللاعب يقول لي يعني أنا أضيف الفقرة غير هو اللاعب اللي يضيف الفقرة طبعا مو يمك أكيد هو مجلس النواب أنا قلت له أنت هم تقريبا جايبين 17 واحد بس وياهم كلنا نجي بالطب وجبت واحد يعرف واحد يقول ماكو واحد يقول ماكو يعرف أنا واحد هو أنا طلب واحد قال أنت ما لازم 30 تطبيع ما على مجلس النواب سوينا تواقيع نشتغل عليهم واحد واحد احنا نشتغل عليهم المحافظات واحد واحد ونسوي طلبات لهم ويرفعوا اللجنة المالية انتوا ايش قد عددكم تقريبا بسام؟ والله احنا ما ادري يعني انتوا بعموم العراق لو فقط بمحافظات مثلا خلينا نقول فقط في المناطق الجنوبية بالمناطق الجنوبية قليلين ما بيهم حتى 800 واحد لو 1000 واحد اي جزء اي في كتب نفسهم زين طيب زين انت شنو السبب اللي خلاهم زين شنو السبب اللي وصلتوا انتم لهذا المستوى خلينا نقول اللي هاي السنين اللي راحت حاله استهداف ماكو والموازنه ماكو احنا ما سوينا 2007 سوينا معادلات من 2007 سوينا معادلات من 2019 عفوا 2019 نعم 19 الى حد الان اجى كتاب انا من ناطري اجى كتاب الصحه والطاقه شوفوا قاعد هيجي معاملات قللت معاملات لحد الان. وماكو اي استجابه؟ ماكو اي اجابه، روحوا اذا كنت تحت قالوا مو من الناصريه، روحوا من الناصريه قالوا مو من الشغل كله بغداد، اكو علاقات تمشي، ما عدتوا ما تمشي. زين. اي هذا بس تحت يقول لك هيجي، اول اولاد يقول مو من الناصريه، وين مدير الصحه. زين. تمام. هذا الصحه يقول مو من احنا قاعدين نروح من نامه تلاقي يقول عليه وذاك يقول مو عليه تروح البغداد هاي الطواف هاي ذاك الصحه كلها تتعادل لازم من واحد لواحد زين واحد ينطيك اجابه تمام اخوي انا اشكرك انا نريد التغيير محل من خلالك احنا ناشد الجهات المعنيه السلطه التشريعيه مجلس النواب رئيس الكبير محمد الشيعي السوداني زين نقول قال قضيه حال محل العالم زين شكرا جزيلا شكرا لك يعني ما اعرف اني يعني الخلل هو الفني اللي صار مدى يرهم يعني موضوع ضيف مازن ان شاء الله يعني نحاول مازن اذا كنت تسمعني ما اعرف اتمنى ان شاء الله كنت تسمعني زين هذا جزء اللي نقله الاخ بسام شوفوا احنا يعني حتى كل المحافظات متضرره من هذه القرارات يعني اليوم انت اني من اشوف وزير ويقول انا ما عندي صلاحيات، لعد منو اللي عنده صلاحية؟ او وزارة تقول احنا ما عندنا صلاحية، منو اللي عنده صلاحية؟ يعني اني اليوم اني موظف تابع الى وزارة الصحة مثلا. انا مو شغلتي اروح الى وزارة المالية واطالب بحقي. ولا اروح لوزارة الدفاع اروح اقول لهم تعالوا احموني. ولا اروح لوزارة الداخلية اقول لهم تعالوا امنوا هذه المنطقة وهذه الدائرة. هذا شغل الوزارة شغل المدراء اللي قاعدين على الكراسي صارهم كذا سنة وكل واحد كرسي مالته هالعرض هذا شغلكم انتوا قاعدين بالصيف على التبريد وبالتدفئة بالشتاء وانتوا ما تتحركون على موظفيكم وما تشوفون الناس محتاجة لعدل ما انتوا مدراء على شنو بس توقعون زين من وياي ابو سارة السلام عليكم عليكم السلام العفو سارة حياك الله اخت تفضلي يا اهلا وسهلا احنا نناشد من خلال منصتكم الاعلامية نعم احنا ذوي المهنة الصحية صار لنا 3 سنوات نراجع معاملات وودي يجي صعد نزل تخلص السنة يقول لنا يا ننتظر الموازنة ها
هذا الحكي 2018 2019 زين لحد الان. تخلص السنه يقول لنا خطط السنه الماليه. عيدوا المعامله النوب السنه الواحده وهكذا. نوصل للوزير وقع الوزير، نوصل للاداره وقع. نوصل للمباشره يابا ما ليش ما تباشرونه؟ والله انتم صار ايقاف للمعاملات ليش؟ ما عندكم تخصيصات ماليه. ليش هم ما كانوا يعرفوها من قبل؟ احنا قدمنا معاملات وحتى ما خصصوا لها ماليه. احنا بنعاني من عنده، يعني احنا بنعاني بنروح نزل بالساعات بالاقسام من خلال الوزاره من خلال دوائر صحه بغداد، لما يقولوا لنا والله وقفوا المعاملات مالتكم فقط نرجع اطباء او ممرضين، وهسه حتى الممرضين والاطباء هم بيرجعونهم. بنعاني من تضارب بالمعلومات، يعني قسم ما يعرف القسم الثاني. طالبنا الوزير قابلنا النقابه مالتنا راحت. الوزير الجديد؟ رفع بينا الوزير الجديد؟ رفع بينا اي هسه وزير جديد، يعني لا. احنا تقريبا بشهر 11 سوينا مظاهره لانهم منينا يعني. زين. يابا نحكي شغلتكم مو يمنا. يابا احنا تعيين مركزي، احنا عندنا درجه وظيفيه. احنا ما عندنا اي شيء قانوني، احنا يعني انتم تفرجونا من شغلنا صارت عندنا ظروف. اللي 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 مثلا طريقه مسدود، اللي اهله ما يخلون دعم بسبب القصف، بسبب الارهاب، بسبب هواي اسباب، هواي اسباب. زين. زين. احنا ذوي المهن الصحيه، مساعد مختبر، تحليلات، احنا مجموعه من كل المحافظات. طيب. انا اشكرك اخت ساره. شكرا لك، شكرا جزيلا. عندي اتصال شيماء؟ ما اعرف ادم موجود؟ اي نعم حبيبي. اي خلاص هسه خليني ناخذ اتصال ونرجع لك. تفضلي يا اخت شيماء، من وين حضرتك؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي يا اختي. اني احنا ذوي المهن الصحيه، اني اناشد رئيس الوزراء لان وزيرنا وزير الصحه كل شيء ما يسوي لنا حل. احنا يمكن الاخوه اللي اتصلوا قبلي نفس المشكله. صحيح. احنا مهن صحيه، ايش معنى باقي الوزارات اللي مخلصين معاهد اللي احنا مثلنا دبلوم يترقون للدرجه الثانيه بينما احنا مسكنين بالدرجه الرابعه. هسه غير واحد يعرف ليش، رغم انه احنا الجيش الابيض يصيحوننا، زين وين الجيش الابيض؟ اذا انت تسكنني بالرابعه وصار لي 10 سنين مسكنه وترفيعات ماكو، علاوات ماكو، الحجه شنو؟ العنوان الوظيفي. يا براحه وسووها وغيروا العناوين الوظيفيه وسووا معامله، هسه الحجه شنو؟ ان الماليه ما تقبل. نريد يعني نريد نعرف الحل وين، مدى نعرفه. الوزير طبعا. يقول مو بيدي، يروح الوزير الماليه مو بيدي، لعد بيد من؟ وهاي انتم كموظفين لازم تدقون ما يبقى باب مال الوزاره ما تروحوا له، وكانه ما اعرف يعني مو هو شغل الوزاره هي اللي تروح تخاطب وتسال عن موظفيها. يعني انا اشكرك. يا عيني يعني هي المشكله انه ليش التربيه يعني اللي معلم حاله حالي يترفع للثانيه، اللي هسه راس مثلا التربيه المحاضرين ايش معنى راسي في 8؟ المحاضرين تعبوا. هو دبلوم واني دبلوم، هو نعم. خدمته 25 سنه، انا خدمتي 25 سنه، هو ياخذ 1.5 مليون، انا اخذ 800، رغم وزاره الصحه تعرفون دوامنا، يعني جمعه سبب صحيح. خطارات وخصوصا بكورونا وخطوره، انتم شفتوا كل الدوائر قعدت ما عدا احنا الجيش الابيض. هاي نقطه. نقطه ثانيه، بوقتها اعطونا قطع اراضي وكل وزاره العفو كل دائره حددت قطع اراضي، وتروحون ورحنا ونركض وسوينا معاملات وماكو، مسحنا ايدنا بالحائط، ما نعرف المعاملات وين راحت، اما توزعت ما نعرف. تمام. لما تشتكي المشكله تمام، ما تعرف لما تشتكي. صحيح. هو هذا اللي انا دا اقوله، هو هذا اللي انا اقوله، ليش موظفي الصحه يعني يدقون باب اي وزاره وزارتهم ما تهتم بهم؟ شكرا لك. خليني اخذ ضيفي الان سيد ادم سردار، ممثل تنسيقيه المفصولين وتاركين في وزاره الصحه، حياك الله سيد ادم، سولف لي شنو مشكلتكم انتم؟ حياك الله استاذ عدي، وشكرا جزيلا على هذه الفرصه، يعني نطرح موضوعنا من خلال الاستاذ المطرح. الله يحفظك. استاذ احمد، مثل ما تعرف قضيتنا متشعبه نوعا ما. شلون يعني؟ خلاصه الحديث انه بال 2014 من احداث داعش الى هذه اللحظه وما سبق من ظروف مرت في البلد، تحصل في البلد من طائفيه وامور وغيرها وغيرها، اكو فئات يعني ما تعينت
اكو فئات تخرجت مثلا وما تعينت، واكو فئات لا. انهم احداث داعش مثلا كمثال بسيط، احداث داعش انه ذولا مناطقهم بعد تضررت كل مباشرات معهم. هنا الامور من توالت الوزاره تراكمت الامور، بدات مفاتحات الوزاره عن طريق مجلس الخدمه الاتحادي اللي يستخدمه. زين. مجلس الخدمه الاتحادي من تم بيان الراي اليه، انا حاليا تحت ايدي كتب هواي مستندات. مثل شنو؟ مثلا اعطيك كتاب هذا قسم الموارد البشريه وزاره الصحه تاريخ 6/6/21، هذا الكتاب هذا معنون من وزاره الصحه الى زين. مجلس الخدمه الاتحادي. طيب الكتاب شو يقول؟ اذا تسمح يقول الى مجلس الخدمه الاتحادي اداره التنسيق والمتابعه الموضوع بيان راي. هاي اعطيك اجهن عن نقاط بس هي اهم شيء النقطه الاولى. تحيه طيبه، تردنا طلبات كثيره وحسب ما عندي. طلبات اعاده التعيين لتاركي العمل ذوي العناوين الطبيه والصحيه والتمريضيه والكوادر الفنيه والساده والاختصاصات الطبيه الشرعيه عمل المثليه بقانون التدريب الطبي والصحي المرقم 6/2000. نرجع هنا اذا تلاحظ جنابك هنا كم جاوبه مجلس الخدمه الاتحادي؟ جاوبوا مجلس الخدمه الاتحادي الى وزاره الصحه والبيئه، هذا كتاب طبعا. خلي نشوفه بالله دقيقه، خلي نشوفه على السريع، خلينا نشوف الكتاب واضح شويه. وزاره الصحه والبيئه الدائره الاولى الاداريه والماليه والقانونيه بيان راي. تمام، هذا 17/8/21 بالضبط. زين. هذا 17/8/21 وهذا عندك يمتى؟ هذا عندك 6/6 اللي هو راح السؤال مال وزاره الصحه لمن؟ مجلس الخدمه الاتحادي. نائب الجواب مجلس الخدمه الاتحادي. زين. اجل بعد شهر يقول انا قريت لك بس النقطه الاولى يقول يهديكم مجلسنا اطيب التحيه كتابكم ذو العدد اللي هذا ذكرناه سابقا. نعم. وبصدد ما ورد بكتابكم اعلاه من فقرات واشاره الى قرار مجلسنا المرقق كذا المؤرخ في 11/7 فيما يخص الفقره الاولى المتعلقه بطلبات اعاده التعيين تاركي العمل ذوي المهن الطبيه والصحيه والتمريضيه والكوادر الفنيه والسانده الى اخره. المهم فان ذلك يقتضي من وزارتكم يعني وزارة الصحة مفاتحة مجلسنا بشأن طلبات إعادة التعيين التي تردكم كل طلب على انفراد. زين. ليتسنى لمجلسنا دراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام القوانين الناقص. زين. يعني هسه نقطة واضحة وصريحة أنه مجلس الخدمة الاتحادي شو يقول؟ أنا بريت ساحتي. زين. صح ولا لا؟ أنا بريت ساحتي وأنتم روحوا بعد وزارتكم ترفع بكم طلبات. تجين المعضلة الجديدة اللي هي شنو؟ المعضلة الجديدة أستاذ العزيز اللي هي هذا الكتاب. هذا الكتاب 10/8/22. زين. هذا شو يسوي؟ دوائر الصحة في بغداد المحافظات. تمام. العفو أرجع لك به. أي. هذا الكتاب. تمام. مدينة الطب والتعليم إدارة الطب العدلي العيادات الطبية العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات. طيب إيش بيه؟ إعمام شكو بيه؟ من دكتور سامي شاتعوي. هذا شو يقول؟ تحية طيبة إعمام طبعا إلى دوائر الصحة كافة. تحية طيبة تنسب عدم ترويج طلبات الإعادة للخدمة لكافة العناوين الوظيفية لحين ورود تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2022 وحسب ما يرد فيها من نصوص بخصوص موضوع الإعادة للخدمة. هذا الزمان من؟ هذا الزمان خلينا نقول أتذكر ب 22 كانت عديلة حمود على ما أعتقد. احنا بهذا التاريخ 22 لا مو هذا مو 22 جابها عادل احمود بال 22 اي وزير صحه كان موجود ما كان عندنا كان شو اسمه وكاله كان دكتور حسن وحسن طلع وبعدين صار شو اسمه اي هاني العقابي على ما اتذكر هاني العقابي اي الوكيل احنا بصدد هذا الموضوع انت متجينا انا هسه رافع لك كتب مثلا انا كدائره الصحه واحنا دوائر الصحه من جيت وقريت هذا الكتاب رحت رفعت كتابي كإعادة تعيين صار واضح؟ زين رفعته عن طريق شنو؟ عن طريق شعبة إعادة التعيين شعبة الأطباء. زين كتاب كتابهم كالتالي الكتاب شو يقول؟ يقول ترفعون معاملاتكم عن طريق شعبة الأطباء. بالمناسبة احنا رفعنا معاملاتنا وتروجت الوصف الخلل وين كان؟ وين؟ الخلل من الوصف معاملاتنا بشعبة التخطيط بالوزارة هي الدكتور كنان حسين المرسومي الرجل قال انا بالنسبه لي علي الاطباء والكتاب يقول ملاكات صحيه. طيب كلمه ملاكات صحيه حضرتك ايش تفسر؟
يعني شكو موظف بالصحة هو تابع لها غير هالشكل؟ رحم الله تحت ايه؟ يعني دون تحديد؟ بدون ايه؟ تحديد ما مأطر لي اياه، انت ما نخلي لي اياها بإطار زين خليها بين قوسين. قال انا هنا لا قصدي الأطباء عادلة والأطباء الأسنان والممرضين فقط. واضح؟ تمام. طيب احنا معاون طبي معاون صيدلي بنصور شعاعي تقني ما اعرف ايش تخدير وهكذا من الامور. قال هاي مو عليه، هاي تتحول على شعبه الموارد البشريه. انت كاتب هنا ملاكات صحيح؟ قال لي هذا خطا املائي وراح يصحح. تمام. هاي تمام. تروجت يعني ادم شوف اخوي العزيز انا لضيق الوقت كنت اتمنى انه تكون راح اعطيكم حلقه اخرى ان شاء الله. ايضا مع حتى يعني ذوي المهن موضوعكم كلش حساس ويحتاج الى وقت اكثر للاسف الخلل الفني اللي ما قدرنا ننصفكم حقيقه بهذه الحلقه. اوعدكم ان شاء الله اذا مو يعني مو بكره بعد بكره ان شاء الله تكون حلقه وياكم اخرى مع ايضا راح يكونوا ويانا ان شاء الله اللي يطالبون بالعلاوات وراح يكونوا ويانا ممثل ايضا عنهم. راح تكون الحلقه مخصصه لموظفي وزاره الصحه المظلومين. فان شاء الله يعني اعتذر منك لضيق الوقت واعتذر ايضا من مشاهدينا. ان شاء الله نشوفكم باكر بحلقه جديده من بانوراما في امان الله.